يتعلق بالسؤال ديال علماء الدين. حنايا عندنا الشرط في المناطق ديالنا تنخلصوا الفلاح، هذيك المناطق كلها التاريخ ديالو ان الشرط هو ان المواطن ديك النبته ديال الكيف يخلص بها الفقي. هذه عاديه ان في ديك المناطق لان بقوه انها تاريخ ديال المناطق ان حتى الفقي الشرط ديالو ما كيخلصوش بالفلوس، تخلصوا بالنبته ديال الطبيعيه. واش الشرعيه واش توافق الدين؟ هذوك طبعا هذوك فقهاء وعلماء الدين. لا حنا غير تنقولوا زراعه القنب الهندي كمفعول ليس بمخدر. فوقاش كيصبح مخدر؟ حتى كتدخل عليه واحد المجموعه ديال هذا. اذا كاينه نبته طبيعيه تقول بان نبته طبيعيه.